مساء الخير. زمان في السينما المصرية في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية الألفينات كان فيها أفلام بتتعمل مخصوص عشان تسافر الخليج، كنا بنسميها أفلام الفيديو، يعني يضربوا فيلم كده في أسبوعين أي كلام ويتعمل فيديو. وكان الحقيقة أخواننا في الخليج اللي هم الممولين أو المنتجين كانوا بينتجوا أفلام زي دي كده كتير قوي، وكم كبير من الأفلام والمسلسلات اللي أنتج في أبو ظبي ودبي وفي حتت كتير قوي. يبدو ان اخواننا في الخليج قرروا يوسعوا نشاطهم ويبقى النشاط اكبر شوية فيبقى عالمي مش بس مصري، يعني ما شاء الله. بعد حديث محمد بن سلمان مع فوكس نيوز الراجل قرر ان هو يعمل حاجة اهم بقى، 6 حلقات في النتفليكس عن محمد بن سلمان. طبعا محمد بن سلمان محتاج يبيض صورته ويظهر نفسه ان هو نصير المرأة ومحارب العبيد والحاجات دي، لكن مش اللي بيحبس النشطاء والمفكرين ايا كان جنسيتهم. فهو محتاج كويس قوي ان هو يركز، فراح عمل في النتفليكس او انتجت او في اعلان ان النتفليكس هينتج 6 حلقات عن محمد بن سلمان. الاعلان موجود وهينزل قدامك دلوقتي. اذا صح الكلام ده فمحمد بن سلمان دافع بقى فلوس كتير قوي عشان يتعمل عنه 6 حلقات. 6 حلقات. عادة احنا بنعمل او الناس او العالم بينتج افلام لناس ماتت عشان نتكلم عنها براحتنا، سواء كان ديكتاتور او كان راجل محرر عبيد او كان له نشاط ما، انما انه يتعمل وهو عايش فانت اضمن كده انك بتتعمل 6 حلقات دعائية عن محمد بن سلمان. طبعا دول ما توفيهم اموال حتى مطلع الفجر، وطبعا الاموال مش مهمة قوي عن محمد بن سلمان، الراجل دفع مليارات للعيبة كرة، يعني ايه المشكلة لما يدفع 7-6 مليار عشان ينتج 6 حلقات في النتفليكس عن عظمة محمد بن سلمان. هي يعني انا ما عنديش مشكله، لكن هل بقى الحلقات دي هتؤتي ثمارها؟ يعني هل احنا شفت على نتفليكس مثلا حلقات عن الطغاة، لكن طبعا محمد بن سلمان هيتعمل عنه حلقات ان هو يعني بص ده باعث النهضه الحديثه في الكون مش في السعوديه بس. هو السؤال بقى الحلقات دي هتجيب نتيجه؟ يعني هل هتغسل ايدين محمد بن سلمان من دم خاشقجي مثلا؟ هل هتغسل وش محمد بن سلمان من حبسه للنشطاء أو المفكرين أو المعارضين لي؟ هل هيعرف يقدم نفسه؟ هكذا تصنع الأموال، تصنع عجيب. ممكن على فكرة ممكن محمد بن سلمان مع ناس أمريكان ولاد لذينة يقدموا له نفسه بقى أنه هو يعني الراجل ما حصلش، أنا ما عنديش مشاكل. الأموال لها مفعول السحر في كل حتة في العالم. زمان كنا بنتهم صناع السينما اللي بيعملوا أفلام الفيديو زي إبراهيم شوقي سالم والناس دي، كنا بنتهمهم بانهم ناس بتعمل بتدمر السينما. فيظهر بقى اخواننا في الخليج قرروا يدمروا السينما العالميه. على فكره قبل كده انتجوا فيلم عن قطر وجابوا الراجل بتاع جيمس بوند ده يعمل نفسه انه في قنبله في قطر وقطر ارهابيه. دلوقتي بقى لموا الدور وقال لك نعمل عن محمد بن سلمان 6 حلقات. 6 ده 38 سنه. 6 حلقات ما شاء الله ما شاء الله. على اي حال مبروك للسعوديه ومبروك للاموال دي ومبروك لنتفليكس. هيتحل أزمتها بدل الخيبة اللي هي فيها والأفلام دي اللي عمالة واقعة منها، تحل بقى أزمتها مع التمويل وتعمل بقى شغل جامد جدا. 6 حلقات، انتظروا 6 حلقات عن محمد بن سلمان. يا جمال الأموال، يا عظمة الأموال، بتلعب في كل شيء. يبدو إن احنا داخلين على حقبة محمد بن سلمان، بس انت هتحتاج أكتر من 6 حلقات عشان تعمل تعيد رسم صورة نفسك مرة تانية، لعل وعسى ربما. تحياتي.